نروح ناخدكم دي خبر جديد. امبارح كان في ختام لفعاليات معرض تراثنا للصناعات الحرفيه واللي يقيم في مركز مصر للمعارض الدوليه في التجمع الخامس. المعرض الحقيقه كان حاجه يعني مهمه جدا ومشرفه جدا، ومن ضمن نقاط الاهميه اللي فيه انه بيعكس جهد الدوله لدعم الحرف التراثيه واليدويه اللي بتعبر عن ميراثنا الحضاري وكمان عن اصاله الشخصيه المصريه. ده في حد ذاته خلى ناس كتير جدا وخلى جهات كتير تنظم مجموعه من الزيارات لشراء المنتجات التراثيه وايضا لدعم اصحاب هذه الحرف اليدويه، وكمان اعضاء النادي الاهلي كان ليهم دور، هم كمان كانوا حريصين على زياره هذا المعرض اللي بيضم ارقى المنتجات اليدويه والتراثيه التي تتمتع بالجوده والتميز. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن المعرض والزياره ونرجع نكمل. احنا دايما عندنا اهداف كلجنة مرأة، والاهداف دي احنا مكلفين بيها من رئيس النادي ومن اللجنة العليا عندنا بكل المستويات الادارية. هدفنا واحد، الهدف بتاعنا ان احنا نعمل خدمة مجتمعية لاعضاء النادي الاهلي وللمجتمعنا الكبير بالنسبة لبلدنا الحبيبة. بالنسبة لبلدنا مجينا لهذا المكان بالنسبة لمعرض تراثنا، عندنا عدة اهداف. عندنا بعد اجتماعي ان احنا نكون مع بعض كعيلة الاهلي، عندنا بعد اقتصادي ان نشجع منتجات بلدنا وان شاء الله نكون احد تروس التنمية في بلدنا الحبيبة، لان النادي الاهلي جزء لا يتجزأ من بلدنا. دي طبعا كانت من احدى مبادرات النادي الاهلي ومن احدى مبادرات لجنة المرأة بالاخص يعني في النادي الاهلي، ان احنا بنشجع العضوات بتاعت النادي ان هم يجوا يشجعوا المرأة المصرية في المعرض زي تراثنا، ان هم يبقوا موجودين ونشارك معاهم كمشاركة مجتمعية برضو من ضمن يعني فعاليات الاهلي. ولجنة مرأة احنا حبينا ونسهلها للعضوات ان احنا ونوفر لهم باصات ان هم يجوا من النادي لحد هنا ونرجعهم تاني في مواعيد محدده، ان هم يجوا ويتعرفوا على المعرض ويشتروا، وبرده نشجع الستات المصريه في المعرض. معرض تراثنا كان معرض ناجح وانا كنت مشتركه فيه من اول واحد خالص اتعمل، كان سنه 2018، كان في ارض المعارض القديمه. ما نجح وحقق نجاح سياده الرئيس قمر ان هو يتنقل هنا عشان يبقى هو يعني تحت مظلته ورعايته، وان نقدر نستوعب عدد اكبر من ارض المعارض القديمه. طبعا معرض ما شاء الله رائع للهاند ميد، وفرصه لينا كعارضين ان احنا نعرض اشغالنا، وفرصه ان الناس تتفرج على الشغل بتاعنا احنا بتاع بلدنا بايدينا معمول. يعني ما شاء الله كل بارتيشن هنا في المعرض حاجه تشرف، حاجه فعلا يعني جميله جدا، اكيد اتفرجتوا وشفتوا. انا هنا الجزء بتاعي بعمل شغل ديكوباج وفان وفانتج. طبعا الحمد لله يعني المكان ظريف جدا، المكان عليه فعلا اقبال جماهيري. الحمد لله سامعين انه ممكن يزيد كذا مره برضو في السنه. يعني احنا سعداء ان احنا مشاركين عموما في المعرض هنا والمنتجات الجميله اللي معروضه هنا. طبعا جينا النهارده ببساط تبع النادي، الميعاد الساعه 4، فعلا حلو قوي ان ما يبقاش الصبح في الشمس، جميل جدا. جينا الساعة 4 دخلنا ووزعوا علينا تحية والنادي وصورونا، وآخر جمال. أنا مبسوطة جدا بجد، إحنا كنا محتاجين نشوف حاجة جديدة وجميلة كده من أعمال اليدوية بتاعت يعني أبناء بلدنا برضو يعني. فهي جميلة بجد وعجبتني قوي، حاجات تحفة يعني، شنط وحاجات إكسسوري وحاجات تانية يعني، حاجات كذا حاجة بجد تحفة. وبالنسبة طبعا لجنة المرأة، لا بجد هي عاملة شغل حلو جدا وبتجمع اعضاء النادي وبنتعرف على حاجات جديده، وبجد هم عاملين مجهود حلو برضو. هنا يوم جميل بصراحه ومعروضات حلوه قوي، وتنظيم الرحله اساسا انا بشكر جدا لجنه المراه لان تنظيم الرحله كان جميل جدا. من اول جابوا لنا باصات طبعا رائعه جميله، وكان في مشرفات و التنظيم كان هايل، وكانوا منتظريننا ودخلونا في نظام. يعني مجهود رائع، واحنا بنتابعه من زمان، مش اول مره، كل سنه بنيجي فيه، بس اعتقد ان هو واخد اهتمام زياده السنه دي، وده طبعا يستاهل التدعيم ويستاهل السبورت من اي حد يعني. المع...
المعرض ده مهم جدا لانه بيرعى كل الحرف اليدويه والتراثيه وهو برعايه الرئيس، فطبعا ده مهم جدا. وهو جه افتتحه اول يوم وده عمل لنا دعايه كبيره جدا، ونسبه الاقبال ما شاء الله حلوه جدا جدا، كل العارضين مبسوطين منها. واحسن حاجه ان هو بيدعمنا وبنقدر نطلع اللي احنا عايزين نعمله بقى حرف يدويه، ويعني نطور السوق المصري شويه اللي هو فيه يا جماعه منتجات مصريه وبايد مصريه حلوه جدا. بالنسبه طبعا للمعرض، انا الحقيقه بحب الحاجات الصناعات اليدويه قوي والحاجات الطبيعية يعني بتاعت البيئة البدوية أو كده، فإنها تكون كلها موجودة في مكان واحد وتتيح لي الفرصة أن أنا يعني أقدر أشوفها، فدي بالنسبة للنادي وفرت لي حاجة زي كده. ده حدث حلو قوي وحدث كبير، أن المفروض الناس دايما تجيه لأنه بيلم معروضات مصر تقريبا كلها، يعني مش بس القاهرة يعني، لا ده من كل مصر. المعرض انا بجي دايما وحاجته حلوه جدا ومتطوره وبشتري منه حاجات كتير، وعارفه في ناس كتير ودايما بشوفهم يعني. فعلا المعرض هنا جميل جميل جميل، والواحد اتعرف على صناعات يدويه كان هو مش عارف عنها اي حاجه خالص، فبصراحه لا يعني انا انبهرت بالتنظيم وانبهرت بالمكان، عشان انا اول مره اجي ارض المعارض اللي في التجمع. المعرض ده بالنسبه لينا كمحافظه دمياط ده يفتح لنا مجال تسويق اكتر، بيعرف الناس بمحافظة دمياط، طبعا هي غنية عن التعريف بس برضو بالأكتر بالشغل بالماتيريال بتاعها بالجودة. فهنا احنا مجموعة عارضين تبع مدينة دمياط الأساس حضرتك هنا، ومعانا برضو مشتركين معانا في المعرض ناس من جو داخل محافظة مدينة دمياط الأساس، من داخل محافظة دمياط، يعني ما احناش كلنا كيان واحد. عرضنا حضرتك هنا في معرض راسنا لأجل مثلا نفتح في مجال التسويق المحافظة، نفتح مجال التسويق خارجية داخلية، نبدأ يعني من هنا الانطلاقة إن شاء الله بإذن الله.